ازيك يا شيخ؟ اهلا يا حسن. اهلا يا حسن. واضح كده ان انت نسيت حسن اللي كنت بتاخد رايها في الكبيره قبل الصغيره. بس بقى يا عناية اللي طلع القرد على الشجر قادر ينزله. ايه يا ولية قلة الادب دي؟ قرد ايه وشجر ايه؟ الله ما تحترمي نفسك. مش بقول لك واطي واطي يا عناية ومالكش كبير. امشي من هنا، خد يابا، اطلع بره، اطلع بره. جريه يا ولية، انت جاي تقلي ادبك هنا وخلاص ولا ايه؟ وايه ده الاخر اللي انت جايبه معاك؟ دي نسخه يا حبيبي من الاوراق اللي لهفتوا بيها ارض وزاره الزراعه انت واصحابك، اللي كل ورقه فيهم بعون الله قدرت اقعدك بقيت حياتك جوه السجن. طب ليه يا ست حسني كده؟ الله، انت حبيبتي. انا شيم وشامي افتكر الذكريات القديمه اللي بينا. انت اوسخ من ان انا ارحمك يا شامي. رحمتك ذنب انا مش هعمله. انت لازم يتداس عليك زي ما دوست على ناس كتير. انا لازم اخد حقي منك يا شامي واكسر عينيك واخليها في الارض عشان ما تصجرش ترفعها فيها تاني. طب اقول لك على حاجه، شوف اللي انت عايزه انا اعمله لك. عايزه فلوس اديك، عايزه ذهب اجيب لك. اقول لك على حاجه، افتح لك كباريه كبير نايت كلاب كده من بتوع اليومين دول. الوكاله يا شامي. ايه؟ نصيبك في الوكالة يا شامي تكتبه باسمي بيع وشراء ودلوقتي حالا. ايوه بس الوكالة دي مش بتاعتي لوحدي. خلاص يا حبيبي خليها تنفع، بس بقى ابقى سلم لي على المعلم حربي وانت منور معاه على البرش. طب اديني مهلة افكر يا حسن. براحتك يا معلم شامي، فكر براحتك. والنسخة دي بقى يا حبيبي هدية مني ليك، عندي منها كتير. سلام يا معلم شامي أبو جازية.